شروط الصلاة إزالة النجاسة، لابد من إزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء. شرط الشاشة إزالة النجاسة، إزالة النجاسة قري إنسان إج نجاساتي خلص به، لابد أن يزيل النجاسة عن البدن يا يكي قري إج نجاساتي إج وجوده خو خلصك، وعن الثوب الذي يصلي فيه يعني إج جسده خو باش إج كنجي خو خلصك أو كنجيك بميشتك، وعن المكان الذي يصلي فيه كالسجادة مثلا أو مكانك أو سرد ميشتك، يعني مثلا سجداوي يدا مالكيرك أو تدا ميشتك قري سريا نجاسات تنبه. لو صلى وكان لا يعلم أن على بدني أو على ثوب نجاسة أو يصلى في مكان نجس وهو لا يدري واكتشف بعد الصلاة، فالصلاة صحيحة ولا إعادة عليه. هركي إنسانك مشكة لبي مجرى جفان بككي سريا يضا سر كنجيوي يضا دركي نجاستها بيه، أما مجرى خلص بيه أو مجرى صحيحة الرسطة ومجرى فأنا غير النجار كني.